يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به مواقع القطر وشعف الجبال يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن، يهرب بدينه. حافظ على دينك وفر به، تعلمه، تمسك به، واهرب به من مواطن الفتن حتى تموت على الإسلام كما قال، كما أمر الله تبارك وتعالى. والله أعلم، ونسأل الله الثبات لنا ولكم، والحمد لله.